الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أحباء الكرام في قناتكم، قناة تفسير حلم، تفسير حلمنا واللي يهمنا. معنا حلمنا النهاردة بيقول: أنا حلمت أني شفت اتنين من الجمال في مكان عملي والزرع الأخضر أمامهم. أقول بالله التوفيق في تفسير هذا الحلم أن الله سوف يرزقك السفر، لأن معنى رؤية الجمال في مكان العمل فهو معناه سفر، ولكن السفر بعيد وشاق لدرجة ما. ومعنى رؤية اثنين من الجمال فهو معناه أنك لا تسافرين لوحدك، ولكن سوف يسافر أحد معك في هذا العمل، والله تعالى أعلى وأعلم. أذكركم أحبائي الكرام بمتابعة صفحتكم، صفحة تفسير حلم، أو مراسلتي على الإنستجرام، أو ترك أحلامكم في التعليقات، وإن شاء الله سوف يتم الرد عبر الفيديوهات القادمة. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.